لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول. والنهاردة هنشرح مع بعض لسون 5 او الدرس الخامس في شابتر 2 Making a Healthy Body، وطبعا ده في بيج 44 او في صفحة 44. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي احنا اخدنا المرة اللي فاتت ازاي المسلز والبونز بيشتغلوا مع بعض او working together، وازاي احنا بنتحرك، وازاي البونز بتعمل بروتكشن او حماية للاعضاء الداخلية بتاعتنا. اتكلمنا عن معلومات جميلة قوي. النهاردة هناخد نيو بارت او جزء جديد، وهو الديجستيف سيستم او الجهاز الهضمي. هناخد جزء كده من الجهاز الهضمي بتاعنا، هناخد ازاي احنا بنحتاج الفود او الطعام علشان نعيش، وايه اللي بيحصل للفود او الطعام في جسمنا. النهاردة بنتكلم عن الاستومك او المعدة، وطبعا ازاي الفود ورحلة الفود من هو بيتحرك من اور ماوث او من بقنا لحد ما يوصل للاستومك او للمعدة بتاعتنا. فالنهاردة بنتكلم عن موضوع جميل جدا. فطبعا يا اصحابي في الماب بتاعتنا او في الخريطة بتاعتنا اللي احنا اخدناها قبل كده اللي بتوضح الهيومن بودي بارتس او اجزاء الجسم البشري، هي دي الاستومك او هي دي المعدة زي ما احنا شايفين، وده الليبل بتاعها وده اسمها الاستومك هنا موجودة هنا. طبعا زي ما عرفنا المرة اللي فاتت في ماسلز كتيرة جدا في جسمنا، اغلبها بيبقى موجود على البونز او لازق على البونز. وعرفنا كمان ان في ماسلز تانية او عضلات تانية موجودة برضو in our body او في جسمنا بتساعدنا على اداء حاجات تانية، زي الماسلز الموجودة في عينينا، وزي الماسلز اللي هنتعرف عليها النهاردة اللي هي بتساعدنا ازاي نعمل سوالو او نبلع الفود بتاعنا او الطعام بتاعنا، زي الماسلز الموجودة في الاستومك بتاعتنا او في المعدة بتاعتنا علشان تساعدنا ان احنا نهضم الطعام، وازاي تخليه يتقلب وازاي تخلطه على بعضه. هنتعرف على حاجات جميلة او النهاردة. وطبعا page 44 او صفحة 44 عنوانها what happens، ماذا يحدث to the food you eat، to the food you eat للطعام الذي تأكله، ايه اللي بيحصل للطعام اللي انت بتاكله. طبعا according to teacher guide او طبقا لدليل المعلم المفروض ان انتوا تعملوا reading لوحدكم، بس انا بسهل عليكم الموضوع، انا هعمل reading وبعدين انتوا وقفوا الفيديو اعملوا reading للجزء اللي انا قريته وشوفوا انتوا هتعرفوا تقروه ولا لأ، وبعدين شغلوا الفيديو تاني وهكذا لحد ما نقدر نعمل reading لوحدنا بشكل سليم. فهنا بيقول لنا read the text او اقرأ القطعة المكتوبة. فبيقول لنا a train القطار، plane الطيارة، and car والسيارة، all need fuel كلهم بيحتاجوا للوقود to run علشان يتحركوا. The fuel provides energy الفيول او الوقود ده بيوفر الطاقة، بيديهم energy بيديهم طاقة. Our bodies also need fuel برضو بتحتاج للوقود for energy علشان تحصل على الطاقة. But we do not use the same kind as trains or cars لكن احنا ما بنستخدمش نفس النوع اللي بيستخدمه القطارات والعربيات، هم بيستخدموا البنزين او الجاث علشان خاطر يتحركوا، احنا بنستخدم another kind of fuel او نوع تاني من انواع الوقود. luckily يعني لحسن حظنا the human body الجسم البشري runs on a variety of delicious fuels بيتحرك على اساس متنوع من الوقود اللذيذ.
ايه هو بقى الديليشس فيولز ده، او الوقود، او انواع الوقود اللذيذة دي يا اصحابي؟ طبعا زي ما احنا عارفين كلنا هي بتبقى متنوعة، زي الفروتس والفيجيتابلز والكربوهيدرات او الكربوهيدرات والخضروات والفاكهة، وكمان الميت او اللحم والتشيكن او الدجاج، انواع كتير جدا كلها delicious او كلها لذيذة. بيقول لنا هنا we get energy، احنا بنحصل على الطاقة from the food، من الطعام we eat اللي احنا بناكله. food contains، الطعام بيحتوي على thousands of different nutrients، آلاف من العناصر الغذائية. nutrients provide، العناصر الغذائية دي بتوفر some of the energy، بعض الطاقة that the human body needs، اللي بيحتاجها الجسم البشري. هنقراها مرة تانية. A train, plane and car all need fuel to run. The fuel provides energy. Our bodies also need fuel for energy. But we do not use the same kind as trains or cars. Luckily, the human body runs on a variety of delicious fuels. We get energy from the food we eat. Food contains thousands of different nutrients. Nutrients provide some of the energy that the human body needs. بيقول لنا كمان يا أصحابي the body has a process that changes the food we eat. الجسم بيعمل عملية كده على الطعام علشان تغيره بعد ما ناكله علشان نستفيد بيه. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الفود بعد ما بيدخل في الماوث بتاعنا او في بقنا يعني بيتحرك وبينزل حاد ما يوصل للمعدة. هو بينزل كده العضلات او المسلز بتاعت الجهاز الهضمي بتاعتنا او الدايجستيف سيستم بتاعنا بتقعد تتفاعل حاد ما يوصل للمعدة بتاعتنا. هو بيتحرك بعد كده بعد ما يخرج من المعدة يروح حتة تانية مش هنتكلم عليها دلوقتي. المهم ان احنا عايزين نعرف لحد ما بيوصل لأور ستومك او للمعدة بتاعتنا بيحصل له ايه. فاحنا هنا بنعمل له سوالو، بعدين بينزل لحد ما يوصل للستومك بتاعتنا. الستومك فيها مادة كده اسمها الستومك اسيد او الحامض بتاع المعدة. هو عامل زي الاورنج جوس او الليمون جوس، عامل زي عصير البرتقال او عصير الليمون كده. هو اسيد او حمض بيحلل وبيفكك وبيكسر الفود اللي احنا بناكله ده لاجزاء صغيرة خالص، بعد كده جسمنا يقدر يعمل لها ابزورب او يمتصها. يعني ايه يمتصها؟ لما نجيب سفنجة كده نحطها على مكان في مية مبلول، يعني السفنجة دي بتعمل ابزورب او بتمتص المية اللي موجودة في المكان ده. جسمنا برضو بيعمل ابزورب او بيمتص النيوترينتس او العناصر الغذائية الموجودة في الفود بعد ما الاستومك بتاعتنا تفككه لاجزاء صغيرة. في الجزء ده بقى يا اصحابي بيعرفنا ايه اللي بيحصل. فبيقول لنا البادي بتاعنا بيعمل process او بيعمل عملية بتعمل change او بتغير الفود اللي احنا بناكله. فبيقول لنا the body has a process that changes the food we eat into simpler parts. simpler parts لأجزاء اصغر. once food is broken down، اول ما بيتكسر الطعام the body absorbs it to get energy. the body absorbs it to get energy، الجسم بيمتصه علشان يحصل على الانرجي او على الطاقة. يبقى مرة تانية the body has a process that changes the food we eat into simpler parts. once food is broken down the body absorbs it to get energy. في التكست التالتة اصحابي بيقول لنا digestion او عملية الهضم begins، بتبدأ when you put food in your mouth، اول ما بتحط الطعام في فمك. chewing breaks up food into smaller pieces، عملية المضغ بتكسر الطعام لأجزاء اصغر. this makes it easier for saliva in your mouth. الصلفة يا اصحابي اللي هو اللعاب في فم كل واحد مننا، في لعاب كده انت بتحس بيه طول الوقت وبتبلعه، ده اسمه الصلفة. الصلفة او اللعاب ده بيساعد على تكسير الفود ويخليه يتحول لسمولر بيسز او اجزاء اصغر. وطبعا وانت بتعمل له تشيوينج او وانت بتمضغه in your mouth في فمك. to soften علشان يخليه اصغر
وأنعم the food and begin the breakdown ونبدأ عملية تكسير الطعام. After you swallow بعد ما أنت تبلع الطعام بتاعك muscles العضلات push the food down بتدفع الطعام لأسفل to your stomach لحد ما يوصل للمعدة بتاعتك زي ما احنا شايفين قدامنا الفود بينزل من الماوث يتحرك لحد ما يوصل للستومك بتاعتنا. مرة تانية digestion begins عملية الهضم بتبدأ when you put food in your mouth chewing breaks up food into smaller pieces this makes it easier for saliva in your mouth to soften the food and begin the breakdown after you swallow muscles push the food down to your stomach بعدين بيقول لنا inside your stomach لما الفود بيوصل بقى للستومك بتاعتك داخل المعدة يعني muscles churn يعني بتعمل له عملية خض كده وايه وبتدخله في بعضه لما بتيجي تمسك كيس كده وتقعد ترج الحاجة اللي جواه ده اسمه churn ان انت تقعد تكسره بعنف acid to further break down the food وكمان بتحط عليه الاسيد او الحمض ده علشان تكسر الطعام زي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي دي الاستومك طبعا هي عاملة زي ما تكون كده كيس بينزل فيها الفود هي بيبقى جواها الاسيد او الحمض بتاعها اللي هو الاستومك اسيد الفود لما بينزل جوه الاستومك اسيد ده بيحصل له عملية بريك داون او بيتكسر زي ما احنا شايفين قدامنا علشان يبقى سهل على البادي بتاعنا ان هو يعمل له ابزورب او يمتصه زي ما قلنا من شوية digested food الطعام المهضوم leaves the stomach بيغادر المعدة the nutrients العناصر الغذائية are carried بيتم حملها away in the blood بيشيلها الدم ويمتصها بعد ما تمتصها المعدة بيشيلها البلود بتاعنا ويتحرك بيها بقى علشان يديها للبادي بتاعنا giving all parts علشان يدي كل أجزاء الجسم of the human body الخاصة بجسم الإنسان energy to run الطاقة علشان يتحرك يبقى مرة تانية inside your stomach muscles churn acid to further break down the food digested food leaves the stomach the nutrients are carried away in the blood giving all parts of the human body energy to run احنا كده خلصنا الريدنج بتاع البيج دي عايزين نعمل ريفيجن على جزء صغير جدا اول حاجة ايه هو الفيول اللي احنا بنحتاجه علشان نتحرك ونفضل عايشين شاطرين هو الفود طيب الفود ده احنا جسمنا بيعمله ايه علشان ياخد منه الانرجي شاطرين بيعمله عملية الديجستشن او عملية الهضم اللي هي عبارة عن بريكنج داون او تكسير للفود طيب الديجستشن ده بيحصل فين يا اصحابي شاطرين in our stomach او في المعدة بتاعتنا زي ما خدنا من شوية بكده نكون انهينا البيج دي نتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 45 او صفحة 45 وعنوانها how the stomach works how the stomach works او كيف تعمل المعدة طبعا البيج دي فيها experiment او تجربة جميلة جدا هنتعرف عليها انا هقولها لكم بشكل مبسط وبعدين هنقرأ التفاصيل بتاعتها هنا احنا المفروض ان احنا هنجيب بلاستيك ريسيلابل باج او كيس كده قابل للغلق بيبقى في مكان نقفل منه الكيس ده وهنجيب ليمون جوس او عصير ليمون وهنجيب كمان كراكر او بسكويت هنحط الحاجات دي على بعض وهنشوف عملية الديجستشن بتحصل ازاي in our stomach او في المعدة بتاعتنا فبيقول لنا هنا read the instructions او اقرأ التعليمات follow the steps اتبع الخطوات to make a model علشان تعمل نموذج stomach للمعدة draw what you observe ارسم اللي انت لاحظته طبعا احنا هنا هنعمل الاكسبيرمنت دي وبيقول لك هنا materials you will need المواد اللي انت هتحتاجها lemon juice about 60 milliliter يعني حوالي نص كوباية عصير ليمون plastic resealable bag او كيس قابل للغلق cracker او بسكويت
الـ instructions أو التعليمات بيقول لنا هنا pour the lemon juice into the plastic bag، حط العصير الليمون داخل الكيس القابل للغلق ده. The juice represents and acts like the acid in your stomach. الليمون جوز ده هيمثل بالنسبة لنا الأسيد أو الستومك أسيد اللي موجود في المعدة بتاعتنا. هو ده البلاستيك باج وهو ده الليمون جوز وطبعا الكراكر أو البسكويت. هنجيب بقى الليمون جوز وهنحطه في البلاستيك باج دي أو في الشنطة البلاستيك دي، وده هيكون بالنسبة لنا هو الستومك أسيد أو حمض المعدة. تاني حاجة بيقول لنا break the cracker into a few pieces، عايزين نكسر البسكويت ده لقطع صغيرة. This is what your teeth and tongue do before you swallow food. ده بالنسبة لك زي ما احنا كده بنكسره بسناننا قبل ما بنبلعه، بنكسره بسناننا قبل ما نبلعه، فاحنا هنكسره كأننا كسرناه بسناننا قبل ما نعمله عملية swallow أو قبل ما نبلعه يعني. فهنا بيقول لنا مرة تانية break the cracker into a few pieces. This is what your teeth and tongue اللي هو اللسان يعني do before you swallow food، ده اللي بيحصل للطعام قبل ما انت تبلعه. بيقول لك بعد كده put the cracker into the bag and zip it up، حط الكراكر او البسكويت ده في الباج على الليمون جوس وذيب ات اب اللي هو اقفلها يعني بالسوسته اللي هي المفروض تتقفل بيها. بيقول لنا بعد كده كيرفولي بحرص شيك ذا كراكر ان ذا ليمون جوس، بحرص كده هز الكراكر او البسكويت على الليمون جوس وانت ماسك الباج في ايدك. يو كان يوز يور هاندز، ممكن تستخدم ايديك تو جنتلي سكويز ات تو، علشان خاطر تعمل له عملية عصر كده تدخله في بعضه برفق كده كأن المعدة بتعمل له سكويزنج هي كمان، وزي ما قلنا بتدخل جواه الأسيد بتاعها. This is what the muscles in your stomach do to squeeze food during digestion، ده اللي بتعمله معدتك وهي بتهضم الطعام. زي ما احنا شايفين قدامنا هيكون بقى الشكل بتاع الفود وهو جوه المعدة بعد ما نعمل له السكويزنج بالشكل ده. هو اول ما بيتحط طبعا بيبقى شكله عامل كده، بيبقى الفود لسه مكسر بس مش قوي. بعد ما نعمل له بقى سكويزنج ونعصره جامد هيكون شكله عامل كده. فبيقول لنا في نمبر 5 هنا describe what happens، اوصف ايه اللي حصل to the cracker للبسكويت as your stomach model digests it، بعد ما نموذج المعدة اللي انت عملته ده عمل له عملية digestion او عملية هضم. المفروض ان احنا هنرسم بقى اللي حصل للفود زي ما هو طلب مننا فوق وقال لنا draw what you observe او ارسم اللي انت لاحظته. فبيقول لنا هنا cracker before digestion او البسكويت قبل عملية الهضم. طبعا المفروض هنا هنرسم شكل الكراكر هو قطع صغيرة بس مش صغيرة قوي، وطبعا كراكر after digestion او البسكويت بعد الهضم هو تحول لسائل زي ما شفنا من شوية او liquid، هو thick liquid او سائل سميك شوية. المفروض احنا نرسم هنا برضو حاجة بتمثل الكراكر after digestion او البسكويت بعد عملية الهضم في الحتة دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا طبعا في بيج 46 او صفحة 46 بيقول لنا هنا I observe او انا لاحظت. المفروض هنكتب هنا اللي احنا لاحظناه. هنقول طبعا the acid and the muscles break down the food very well، او الحمض بتاع المعدة والعضلات كسروا الطعام بشكل جيد جدا. بيقول لنا تحت هنا answer the questions او اجب على الاسئلة. بيقول لنا اول حاجة why do our bodies ليه اجسامنا need to digest the food we eat، محتاجة ان هي تهضم الطعام اللي احنا بناكله. مرة تانية why do our bodies need to digest the food we eat، ليه الاجسام بتاعتنا محتاجة تهضم الطعام اللي احنا بناكله؟ طبعا علشان خاطر تحصل على الانرجي او الطاقة. فهنقول هنا to get the energy from it، to get the energy from it علشان تحصل على الطاقة منه. ممكن كمان نقول to get the nutrients او علشان تحصل على العناصر الغذائية، to get the nutrients. فاحنا نكتب هنا الاجابة اللي احنا شايفينها مناسبة بالنسبة لنا. اخر حاجة بيقول لنا how does the stomach help digestion، ازاي المعدة بتساعد في عملية الهضم. how does the stomach help digestion، فنقدر نقول هنا يا أصحابي it has an acid that helps
to break down the food with the muscles. هي فيها حمض بيساعد على تكسير الطعام مع العضلات. It has an acid that helps to break down the food with the muscles. هي موجود فيها الأسيد بتاعها والعضلات كمان بتاعتها بتساعد على ان هي تعمل الفود بريك داون علشان تعمله عملية digestion زي ما اتفقنا من شوية. بكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.